12 مشهدا مجنونا التقطته عدسات الكاميرات لقتال الحيوانات فيما بينها. في البراري الكينية، واحد من أقدم المفترسات على الإطلاق، وجها لوجه مع أسد من أجل الحصول على جثة فيل قرب النهر. المعركة كانت عادلة حتى ظهرت الأسود المرافقة، ولم يبقى للتمساح أي فرصة، لكنه استمر في الدفاع ومحاولة العض. ولحسن الحظ انسحب التمساح سريعا وانتصرت الأسود واستولت على جثة الفيل. لا تشعر بالأسف على الأرنب قبل أن ترى ماذا حصل. فهذا القتال لم يكن كما تتخيله، حيث هاجم الأرنب هذا الثعبان بكل ما أوتي من قوة حتى جعله يغادر رقعة الميدان. لكن الأرنب كان عدائيا وانقض على الثعبان فوق ظهره، وتبين فيما بعد أن الأرنب هو من فاز بهذا النزال. في هذا النزال المجنون في مكان ما في سهول إفريقيا، قفز الأسد على عنق الزرافة، لكن جسد الزرافة صد الأسد نحو الأرض، حيث بدأت برفسه برجليها مرة تلو الأخرى، وهكذا كانت الزرافة هي المنتصرة. هذا الثعبان الجائع يحاول الصيد للحصول على الطعام، لكنه دخل إلى المنزل الغير مناسب، فقد أسرع النمس وأمسك بالثعبان، لكن المعركة لم تنتهي، حيث التف الثعبان على النمس محاولا تحطيم عظمه، وفي الأخير ربح النمس النزال وأنقذ صغاره. هذا القرش كان يسبح بسلام في المحيط حتى قام أخطبوط بالالتصاق به فجأة، وبدأ بجره إليه محاولا نزع الحياة من جسده. حاول القرش المقاومة لكن بدون جدوى، فقد أحكم الأخطبوط قبضته. في هذه المعركة الجنوب إفريقية المجنونة، تحاول مجموعة من الأسود الإطاحة بهذا الجاموس، لكن الجاموس له أصدقائه، حيث جاءوا لمساعدته، وقام أحد هذه الجواميس برمي أسد في الهواء، وبهذا أنقذوا صديقهم وأبعدوا الأسود. واحدة من المعارك المحطمة للقلب في هذه القائمة، هذا الغرير في منتزه يلوستون الوطني يحاول الدفاع عن صغاره ضد هذا الثعلب الذي يحاول أكلها. الثعلب حاول جاهدا إبعاد الغرير عن الحفرة، وفي الأخير انتصر الغرير، لكن الصغار ماتوا. يبدأ هذا النزال مع الفهد النائم في سلام والغير مدرك تماما أن أسدا على وشك مهاجمته. هذا سيكون إيقاظا فظا للفهد. الأسد حاول الانقضاض مباشرة على الفهد، في حين قفز الفهد بسرعة من مكانه غير مدرك لما يحصل حقا، وبسرعة علم أنه في خطر محدق. ولحسن الحظ فإن ردة فعل الفهد كانت سريعة، حيث تمكن من الهرب والصعود فوق الشجرة. المستنقعات الأسترالية، التفت أفعى أناكوندا على تمساح وبدأ في القتال. عضت تمساح الأفعى من ذيلها محاولا قتلها، لكنها التفت حوله واشتد القتال لساعات حتى تمكنت الأناكوندا من الانتصار في المعركة. المعارك التي تدور بين حيوانين من نفس النوع تعتبر هي الأكثر عدلا، مثل هذا النزال الذي يجمع بين إجوانا وإجوانا أخرى، حيث ظلت هذه الإجوانا تقاتل فيما بينها على الشارع العام حتى هربت واحدة منها. هذا الأسد انطلق في هجوم لاصطياد صغير البايسون، لكن في البرية الفريسة تدافع عن نفسها، حيث حرصت البايسون على عدم ترك الأسد يأخذ صغارها، وتابعت قطع الطريق عليه حتى استسلم أخيرا وفر هاربا. هذا التمساح بدأ بالاقتراب ببطء من عائلة الخنازير هذه، بينما كانت تشرب الماء من إحدى الحفر محاولا القبض على إحدى الخنازير الصغيرة، ولكن بينما كان يهاجم تصدت له الخنازير الكبيرة
لتحمي صغارها. في الأخير اضطر التمساح إلى التراجع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.